الو، الو، هلا حياك الله يا سعد، تفضل. احييك واحيي ضيوفك الكرام، هلا بالغالي. سعيدين في مداخلتك. وبما ان نقاشنا هل فعلا تقنيه الفيديو الفار بعد تطبيقها في مونديال روسيا لاول مره في تاريخ كؤوس العالم نجحت ولا لا حسب وجهه نظرك؟ طبعا ناجحه 200%، مو بس عكس ساعدت فراق وانصفت فراق، وكذلك انه يعني في اخطاء، ما نقول انه ما في اخطاء. شنو السلبيات اللي شفتها؟ والله شوف، اللي هي مو سلبيه، هي استخدامها، لان اول مره في كاس العالم، فانت يعني الحكام، المشكله في الحكام اللي فوق، الحكام اللي ماسكين التغنيه، مشكله فيهم. يعني في اخطاء، ما اقول لك هذا اكبر دليل ان الاخطاء موجوده، مو بس تغنيه ونوقف يعني. بس انت تشوف ان احتسبت ركلات جزاء، اللغه ركلات جزاء، اهداف، الاوفسايد، كل هذه الحالات كلها موجوده، يعني كلها موجوده. نعم. ليش قلت استخدام تقنيه الفيديو في الادوار الاقصائيه؟ شفناها بكثره في دور المجموعات. هذا توفيق، هذا وفق، يعني الحكام اللي يعني ما استخدموها اصلا قبل النهائي، وكم لعبه في دور الثمانيه اعتقد ما استخدموا تقنيه الفيديو. هذا شيء اصلا شيء يحسب للحكام نفس، يعني الحكم الايراني علي رضا هذا يعني حكم سوبر ما شاء الله، يعني ما يعني احتسب حالات كثيره في المباراه، لكن ما لجأ لتقنيه الفيديو. يعني أي. هذا يبين لك ان الحكم يعني كان يعني دقيق في كل شيء، ولياقه بدنيه ما شاء الله، شخصيه قويه، يعني ما حد هزه في الملعب. طيب، كان من ابرز الحكام الموجودين. طيب بسألك، في غرار الفيفا في تعيين الحكم الارجنتيني بيتانا، تشوفه قرار موفق انه يحكم المباراه النهائيه؟ شوف، هو يستحق، هو يا الحكم الايراني هم اللي يستحقون. الحكم الايراني راح يكون المباراه الثالث والرابع. اي، مع انه هو اللي يستحق النهائي، يعني انا اقول لك 200% اللي يستحق المباراه النهائيه هو الحكم علي رضا، بشهاده جميع الحكام، شهاده جميع المحللين، انه هو اللي ابدع في كاس العالم ما شاء الله، يعني ما عنده حتى خطا واحد. طيب، ورايك في الحكم الارجنتيني؟ ممتاز، حكم طبعا هو ثاني، يمكن ثاني افضل واحد للامانه اقول لك، يعني لان المره اللي طافت كاس العالم اللي طاف كان الحكم واتزولي الايطالي، فقالوا نعطيه حق امريكا الجنوبيه، يعني كذي. طيب، تنويع، انا باعتقادي ان كلنا قاعد يسوي كذي. طيب، تنوع حكمنا مظلومين حكام اسيا. مع استمرار تطبيق تقنيه الفيديو في كل البطولات، طبعا انا مع قرار تطبيقها في الدوري المحلي عندنا سعد. الدوري المحلي بعدني عنه، مالي شغل. ما تبي اسئله الدوري المحلي؟ اذا ما تبي اسئله نختم مكالمتنا معاك حكمنا المميز سعد الفضلي، كل الشكر لك ويعطيك العافيه.